الحال واحدة من الحلول حسب ما يرى المراقبون، المحللون، السياسيون، الجهات الخارجية اللاعبة الأساسية في زين الملف العراقي، يقول لك أكو حل واحد بين الإطار واحد بس. والتيار. ايه حل واحد، شنو هو؟ حل واحد، تقبل قوى الإطار بعض منها زين بالتجديد للسيد الكاظمي، بالتالي هذا حل يرضي الكتلة الصدرية. زين، هو اذا بعض منها هي المشكله، اذا قبل بعض منها انه يروح باتجاه الحكومه فخلاص بعد ما يحتاج لا، سيد الكاظم، من 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 فالاطار يقول لك انا ما اروح بعض، لو اروح كله لو ما الاطار اروح، كله يقول انا ما اروح، بس لو الاطار كله مثلا يروح لو كله ما من يروح. يقدم تنازلات، يعني مثلا دولة تنازلات القانون. على حسب عدد النيابه، مثلا يروح جزء لا ويبقى اسمح لي جزء، بس اكمل لك مو هنا الافتراض، يعني اكمل لك الافتراض مو الافتراض. واقعي. الافتراض مثلا الفتح ودولة القانون يقبلون بالسيد مصطفى الكاظمي، وبالتالي راح يكون ضغط على مثلا صادقون داخل الإطار وباقي الكتل، نعم عطاء وغيرها، خلينا نقبل بالسيد الكاظمي، وفق شروط عدنا، نمرر وزرائنا، ناخذ بدال ما كان 5 وزارات ناخذ 7، وبالتالي هذا القرار يخدم السيد الكاظمي ويخدم الكتلة الصدرية وممكن يرضي الكتلة الصدرية ويمشي الحال. لو هذا ما ممكن، لا، هو كل شيء ممكن بالعمل السياسي. انت هنا الأقرب للواقع. هواي اكو فرضيات للاقرب للواقع، بس تحتاج الى قناعات. قناعات منه؟ قناعات القوى السياسيه الموجوده، القوى السياسيه المؤثره، ما اتحدث عن اي قوى سياسيه. نعم أكيد. الاطروحات كثيره، حكومه اغلبيه، حكومه توافق، حكومه اغلبيه ما ممكن ان تمضي سبق ان اخبرت جنابك. التوافق هو الحل حاليا داخل البيت الشيعي. ما دام نعطيك توافق. عفوا، نجي للفرضيات وبعدين نناقش هاي الفرضيه. زين. التوافق حاليا مطروح، النيابه نجي احنا كمكون اكبر نختار شخصيه من داخل المكون، شخصيه مستقله، بس احنا نتفق عليها، نوضع لها برنامج، نوضع لها اهداف، ثم نمضي بها باتجاه داخل قبه مجلس النواب وتمضي العمليه، ماكو كل اشكال. هاي النظريه لغايه الان مرفوضه. اللي طرحته جنابك ومطروح وواقعي، انت تجي هنا تتحدث عن ازمه سياسيه 8 اشهر مضينا ماكو كل حل، انت هنا تجي تبحث عن الحلول الواقعيه اللي عندك. بقاء السيد الكاظمي وفق اجراء تعديلات وزاريه وفق الاوزان الانتخابيه للقوى نعم. السياسيه الحاليه حل مطروح، ولكن بشرطها وشروطها. حل مقبول؟ شنو شرطها وشروطها؟ شرطها وشروطها ان السيد الكاظم يتعهد انه ما يكون كيان سياسي، يتعهد بعدم المطالبه بولايه ثالثه او تجديد اخر، عدم الخوض بالتفاصيل السياسيه ما بعد 2025. اذا نجح ليش اسلم العراق بيد واحد راح يجيني هاوي؟ جيد، انت هنا العراق اذا نجح العراق وأكد العراق علاقات العراق خارجيه العراق وكذا. العراق 40 مليون شخص، ما معقول يعني توقف على شخص واحد. ما بس بالتالي ما اكو خبره اداريه. خبره ده جيد، انت سيد العبادي حاليا عنده خبره، هل يوافقون بي؟ طرحوا حاليا الاطار المستقلين يكون رئيس وزراء، عنده خبره وقاد العراق في ازمه وداعش، والبرميل النفط كان ما يسوى فلوس استخراجه، صح لا خطا؟ نعم. وحاليا ما تروح يقبلون بي؟ هي مو شرط الاسماء. الاطار ما يقبل، هو الاطار طاح عشان ما يقبل. ما يقبل، بالتالي هو هاي معلومه هو اللي ما قبل، هو اللي هو الكتل اللي منضويه بالاطار هي اللي ما قبلت تجدد. هسه انطرح هو اسمه، احنا ما نريد ندخل بنا ما قبلت تجدد العباده ايام قبل اختيار السيد عادل. جيد، لكل وقت الى ظروفه، لكل انتخابات لها، كل انتخابات تجري تلقى ما بعدها انسداد، مره على اسم رئيس الوزراء، مره تدخلات داخليه، مره خارجيه، مره هنا الشعب يرفض، بس تنحل تمضي، بس هذا الانسداد خطر جدا. طبعًا. واحد من الحلول المطروحه ان يجدد الثقه بالسيد الكاظم وايضا السيد برهم صالح، خلاص تبقى السيد برهم، السيد الكاظم، السيد الحلبوسي، تمضي انتخابات مبكره ممكن بعد الحلول. سنتين، هاي حل واقعي. اقرب الحلول انا من وجهه نظري انه حل واقعي. اعرف وجهه نظرك الشخصيه، وجهه نظر وعي، كيف تنظرون للواقع السياسي. هذا حل مقبول، انه لابد انه المركب السير، الوضع جدا خطر، الشارع متأزم حاليا، الشباب بدوا مرحلة الشحن المجتمعي من جديد، المحاضرين، العقود، تعال يابا الموازنة ليش متأخرة؟ يابا المجلس النواب بينسداد، يابا ليش ماكو رئيس جمهورية؟ مجلس النواب بينسداد، كل شيء حاليا وين قاعد يلقى؟ داخل المجلس، وهي حقيقة فعلا هو السبب المعطل الرئيسي حاليا هو مجلس النواب العراقي، حاليا اكو دعوة قاعد ترفع بالمحكمة الاتحادية، قاعد يقودوها بعض من الشخصيات المهمة مثل الدكتور صلاح العرباوي، جمال الأسدي، قاسم العبادي، شيخ سطام أبو ريشة، دكتور حسان الشمري، على مجلس النواب الحالي. إنه مجلس النواب معطل لدى المحكمة الاتحادية، يابا من يعطي الشرعية لمجلس النواب الحالي؟ يكسب الشرعية ويكسب الثقة ويخليه يباشر الشعب. الشعب ومن بعد الشعب جيد، ما بعد المحكمة الاتحادية خلاص يابا، هاي المحكمة الاتحادية هذا البرلمان ميت. شنو الحل وياه؟ الحل شنو ينحل؟ ينحل ينحل، اذا وبقى الوضع على ما هو عليه. هسه شنو تحكي واقع؟ خليني بهاي، خليني اكمل لك، خليني يا انت قبل لا، بس اسمح لي، بس اترجاك، لا مو هاي انت قاعد تقطع الكلام، بس اسمح لي، قبل لا ينحل
ويجيكم ضغط من المحكمة، يجيكم ضغط من الشارع، يا بتوافقوا توافقوا، روحوا أغلبية، روحوا توافق، جددوا الثقة للسيد الكاظم، أنتم قوة سياسية ومتمرسين بالعمل السياسي الكاظمي، أخذوا عليه تعهدات، أخذوا عليه ضمانات، الوزراء عدلوها، أخذوا حصصكم وفق استحقاقكم الانتخابي، خلاص خلي يمضي. هاي الانتخابات مهمة جدا، النظام السياسي حاليا قاعد يعاني، ما سبق وان قلت لك راح يتجدد نفس الأزمة ونفس المشكلة في الانتخابات القادمة. طيب، نفس الوضع راح يكون. استاذ جاسم ما جاوبني، راح اخلي استاذ جاسم يجاوبني على هذا الموضوع.